هسه نجحت وقلة موارد، ويا دوب اللي يجي من البحر ومن السفن يخلص، والناس يا دوب تلحق ولا ما تلحق، واللي عنده يا دوب يكفيه هو واهله. الله صدقت ابو سليمان، بس باذن الله يبدل الله الحال الى حال. اهو انا وزوجتي عايشين لحالنا، ويا دوب نلاقي اللي يكفينا، واذا ما لقينا ننام على جوع افضل. الحمد لله، صحيح عندي وعندك الخير، بس ترى احنا اهل ونحتاج لشيء، ترانا جيران البيت جنب البيت. لا 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 لا، انت ايش تبغاني امد يدي والناس تقول مد يده؟ لا 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 يا ابن الحلال، انت همك كلام الناس؟ يعني تموت جوع ولا كلام الناس؟ كلام الناس طبعا، انا اموت جوع ولا ينقال اني انا في يوم من الايام مديت يدي ويتكلموا علي الناس. الله يعينك على نفسك، همه كلام الناس بس، وانا مالي فيك، عقلك في راسك تعرف خلاصك.